السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب سكندري وان، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله معدنا مع مراجعة جديدة وحلقة جديدة من حلقات ومراجعات منهج الماثيماتكس. عملنا قبل كده طبعا 3 حلقات في المراجعة، ورجعنا مع بعض الجبرا، ورجعنا الجيومتري، ورجعنا تريجنومتري. إن شاء الله النهاردة بقى هنكمل سلسلة المراجعات اللي بدأناها من فترة. تعالوا نخش كده مع بعض ونشوف نمبر وان بيقول إيه. كويستشن نمبر وان بيقول If the sum of the measures of an angles in any regular polygon is 180 multiplied by n minus 2. طبعا بيقول ال n اللي هو number of sides. Then the measure of an angle in regular hexagon in radian equals what؟ مدي لك بقى 4 choices، يا ترى by over 3، 3 by over 4، 2 by over 3، by over 2. طيب نسيب السؤال ده لحظة كده وقول معايا كده أو جاوبني في السؤال اللي هقول لك عليه دلوقتي. لو قلت لك the sum of measures of the interior angles of a triangle هتقول لي equals إيه؟ طبعا كلكم عارفين 180. طب لو قلت the sum of measures of the interior angles of a quadrilateral هتقول لي 360 degree. جت منين؟ هو ده الرول اللي قدامك ده اللي يجيب لك السم اوف ميجرز او السم اوف ذا انتيريور انجلز او السم اوف ميجرز اوف ذا انتيريور انجلز اوف اني بوليجون. يعني الترينجل طبعا الان هنا يا اولاد اللي هو النمبر اوف سايدز زي ما قال لك بالظبط، او النمبر اوف فيرتسيز. يعني الترينجل مثلا احنا قلنا الانتير سم اوف ميجرز اوف ذا انتيريور انجلز 180، حط الان هنا كده ب 3 اللي هو النمبر اوف سايدز. طبعا 3 ماينس 2 هتبقى 1 ملتبلاي 180 يبقى 180 ديجري. جميل. طب لو كواد يبقى الان في 4، 4 minus 2 هتبقى 2 multiply 180 يبقى 360. طب لو ال n في 5 اللي هو بنتاجون هعمل 5 minus 2 multiply 180 هتطلع 540. طيب ده لو انا عايز sum of measures of the interior angles، كل الانجلز اللي جوه البوليجون. طب لو انا طلبت منك لو هو regular polygon وعايز الميجر of an angle، يعني كلنا عارفين الريجولار triangle اللي هو الايكولاترال triangle، the measure of each angle كلنا عارفين انها 60 ديجري. طب جت منين؟ احنا جبنا الانتيريور انجلز 180 ديفايدد باي 3 من ال 3 دول اللي هو النمبر اوف سايدز. يبقى لما اطلب منك ذا ميجر اوف ان انجل تاخد نفس الرول اللي قدامك وتعمل ديفايدد باي ان، الان اللي هو النمبر اوف سايدز. طبعا انا بتكلم على الهكساجون، الهكساجون اللي هو 6 سايدز، لو هيبتاجون يبقى 7، لو اوكتاجون يبقى 8، لو نوناجون هيبقى 9، لو ديكاجون هيبقى 10. انا هحط هنا ال n مره ب 6 ومره هنا ب 6. جميل قوي. طبعا هتطلع the measure of each angle 120 ديجري. الانجل اللي قدامك دي ديجري ميجر، انا عايز هنا راديان ميجر. هحلها لك بطريقتين. الطريقه الاولى ان عشان نعمل تشينج ات فروم او كونفرت ات فروم ديجري ميجر تو ذا راديان ميجر باي يوزنج طبعا ذا اور ريليشن اللي هي اكس ديجري اوفر 180 ايكوالز سيتا راد اوفر باي. يبقى ذن سيتا راد ايكوالز ديجري ملتبلاي باي 180 ولا ملتبلاي باي باي؟ برافو، ملتبلاي باي باي اوفر 180. جميل قوي. يبقى انا هعمل 120 ملتبلاي باي الباي اوفر 180 ديجري. طبعا نعمل سمبليفايد، حسبه بسيطه جدا. طبعا كانسل الزيرو مع الزيرو، ديفايد باي 6 2 ديفايد باي 6 3 يبقى ايكوالز 2 باي اوفر 3 اللي هي نمبر سي. جميل قوي. طب ما تيجي نحلها بطريقه ثانيه. ازاي؟ انت يا مستر طلعت الانجل هنا 120 ديجري، تمام. احنا قلنا في حلقات التريجنومتري يا اولاد قلت ان الباي 180، يعني 180 اوفر 3 تبقى 60، ما تبقاش نمبر اي ابدا. اعمل 3 ملتبلاي 180 اوفر 4 تطلع 135، برضو دي رونج. اعمل 180 ملتبلاي باي 2 يبقى 360، طبعا ديفايد باي 3 يبقى 120 يبقى فعلا نمبر سي. جميل قوي. طيب يلا نمبر 2 مع بعض. The angle with measure 31 by all over 6 lies in the what quadrant؟ يا ترى في الفيرست ولا السكند ولا الثيرد ولا الفورث؟ لسه قايلين في الاكزامبل اللي فات او كويستشن نمبر 1 قلنا ان الباي هنا ايكوالز ايه؟ 180 ديجري. واحد تاني يقول لي يا مستر انت حضرتك جبت الكلام ده منين؟ ده راديان ميجر يا اولاد. عشان اعمله تشينج انتو ديجري ميجر اعمل ملتبلاي باي 180 اوفر باي، فالباي اللي في الدينومينيتور هتكنسل مع الباي اللي في النيموريتور، بقت 31 اوفر 6 ملتبلاي 180. يبقى على طول بدل ما اضيع وقتك تقوم تعمل لي ايه؟
اعمل 31 multiply by 180 all over 6 يبقى الباي دي ب 180 زي ما انا عملت كده بالظبط، تطلع 930 degree. طب ال 930 مش موجوده في اللاتس اصلا، احنا الماكسيمم انجل عندنا اللي هي 360. مور ذان 360 كنا بنعمل سبتراكتد، لو فيرست راوند كنا بنعمل ماينس 360، لو عندي توايس او سكند راوند كنا بنعمل ماينس 720، الثيرد بعمل ماينس 1080، الفورث بعمل ماينس 1440. جميل قوي. او لو الطالب مثلا مش عايز يحفظ الكلام ده، اعمل 930 ماينس 360 هلاقيها مور ذان 360، او ماينس منها 360 كمان مره اللي هم 720 تطلع 210. طبعا كلنا عارفين 210 الفيرست كوادرنت فروم 0 تو 90، سكند كوادرنت فروم 90 تو 180، ثيرد كوادرنت فروم 180 تو 270، الفورث كوادرنت فروم 270 تو 360. يبقى على طول نقول 210 دي ان ذا ثيرد كوادرنت نمبر سي. جميل قوي. يلا مع بعض نمبر 3. هنا بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر 2CA equals AB equals 6 then CD equals what سنتيمتر. عندك هنا في 4 تشويسز، نسيب التشويسز كده على جنب الاول ونشوف الفيجر اللي قدامنا ده. هنا قدامك ايه؟ دي سيمي سيركل يا اولاد. سيمي سيركل طبعا الاي بي هنا از ادييمتر لانه باسس ثرو ذا سنتر اوف ذا سيركل ام، والدي سي اللي هو تانجنت لان هو تاتش ذا سيركل ات ذا بوينت اوف تانجنسي اللي هي البوينت دي. طب بالراحه كده واحده واحده، تعالوا نجيب الجيفن من هنا. لما اقول لك توايس السي اي ايكوالز اي بي ايكوالز 6، خد دي الاول الاي بي يبقى ب 6، ادي الاي بي قدامك اهو. طبعا الاي بي هنا يا اولاد اللي هو الدايمتر، مظبوط كده. يبقى لو عايز اقول لك الام اي هيبقى ايكوالز اي والام بي يبقى ايكوالز اي، طبعا هنا دول 2 رادياي، برافو عليكم، ار ايكوال اللينث. طب لو الاي بي ب 6 اعمل ديفايد باي 2، يبقى الام اي ب 3 اولسو الام بي كمان ايكوالز 3. جميل قوي. طب هنا توايس السي اي ايكوالز 6، 2 multiply by CA equal 6، انا عايز اجيب CA يبقى نعمل 6 divided by 2، يبقى also كمان مرة ان الـ AC equals 3 سنتيمتر. طب عشان اجيب الـ length of CD، كلنا خدنا الـ well known problems اللي هي الـ applications on similarity، كنا بنقول ان الـ tangent square اللي هو CD square equals ايه يا شباب؟ تمام، اللي هو CA multiply، زعلت منك كده، اوعى تقول لي multiply AB، لا دي سي سكوير ايكوالز سي اي، وارجع تاني هات من السي ملتبلاي باي سي بي. جميل قوي. طب ما السي اي قدامك اهو ب 3 والسي اي كله اللي هو 3 بلس 3 بلس 3 اللي هو 9، يبقى 3 ملتبلاي باي 9. طب ما 3 تايمز 9 ايكوالز 27، اعمل بقى باي تيكينج، طبعا باي تيكينج ذا سكوير روت ذا بوث ذن سي دي ايكوالز سكوير روت 27 ات ويل بي 3 روت 3. طبعا دي نمبر سي. جميل قوي. طب لو انا غيرت السؤال ده وقلت لك عايز اجيب الباور اوف سي ريسبكت تو سيركل ام، طبعا الباور اوف سي ريسبكت تو سيركل ام اللي هو سي دي سكوير يا اولاد، يعني سي دي سكوير ب 27 يبقى هو ده الباور اوف سي ريسبكت تو سيركل ام. على طول تختار نمبر دي لو طلبت منك الباور، لكن انا هنا عايز اللينث اوف ذا تانجنت سيجمنت اللي هي سي دي، طبعا تيكنج على طول السكوير روت، يبقى سي دي ايكوالز 3 روت 3 سنتيمتر. جميل قوي. طيب نمبر 4 برضو هنا بيقول in the opposite figure two circles touching internally at E then ED equals what سنتيمتر. جميل قوي. خلي بالك، سيب لي التشويسز دلوقتي وتعالى نشوف التو سيركلز اللي قدامنا دول. طبعا خلي بالكوا يا اولاد، احنا عند تو سيركلز بالنسبه للتاتشنج ممكن يبقوا تاتشنج internally or externally. جميل قوي. هو مديك اللينث اوف اي بي ب 6، البي سي 3، الاي دي 4، وطالب منك اللينث اوف دي اي. هحلها لكم بطريقتين يا اولاد. طيب اول حاجه لازم تبقوا فاهمينها كلكم، مفيش اي جيفن قدامي او اي ريليشن هنا اقدر اشتغل، يعني مفيش تو انجلز ايكوال ان ميجر ولا في بارلل ولا في ميد بوينت، مفيش حاجه خالص. نصيحه بقى اديها لك دلوقتي، لو عندك اي تو سيركلز تاتشنج انترنالي اور اكسترنالي من فضلك اعمل لي الكومن تانجنت ده. تاني تو سيركلز دول تاتشنج انترنالي ات اي، يبقى اعمل الكومن تانجنت ده. بص كده كده هنا في السمولر سيركل اللي قدامك دي اللي انا عاملها كده او يعني بشاور عليها بالماوس، الماوس هنا
تمام. في ناس بتقول يا مستر هنا في انجل اسمها انجل اوف تانجنسي وفي انسكرايبد انجل. جميل قوي. الانجل دي انا هسميها انجل 1، الانجل دي هنسميها انجل 2. الانجل 1 والانجل 2 سبتندد باي ذا سيم ارك اللي هو اي دي ارك. عشان كده نقول ان ميجر اوف الانجل اوف تانجنسي ايكوالز ذا انسكرايبد انجل او ذا ميجر اوف ذا انسكرايبد انجل سبتندد باي ذا سيم ارك. عشان كده ادام ده اسمه كومن تانجنت يبقى على طول تقول لي ميجر اوف انجل 1 ايكوالز ميجر اوف انجل 2 لان الاثنين سبتندد باي اي دي ارك. طب لو جينا بصينا بقى في اللارجر سيركل، تعالى نسمي الانجل سي دي نسميها 3. ايه الريليشن بتوين 1 و 3؟ نفس الريليشن بتوين ال 1 وال 2. انا هقول له كده ان ذا لارجر سيركل، ما هي ال 1 دي برضو انجل اوف تانجنت سي من اول الاي لحد التانجنت اهو، الارك بتاعها اي اي. طب ما هي الانجل 3 اللي هي سي سبتندد اولسو باي ذا سيم ارك، يبقى ميجر اوف انجل 1 ايكوالز ميجر اوف انجل 3. 1 ايكوالز 2، 1 equals 3 يبقى اكيد 2 قد 3. طب لما تبقى 2 قد 3 يبقى على طول زي ما خدنا في الحلقات في السيميلاريتي في البدايه خالص، قلنا يبقى ترينجل A B D similar to the triangle A C E، ودي اللي انا هبدا بيها حالا دلوقتي. طب لما يبقى 2 طبعا ممكن تقول طبعا A D B وال A E C مفيش اي مشكله خالص. طب لما يبقى 2 triangles are similar هنقول ايه؟ هنقول the corresponding sides are proportional. يبقى اقول معايا كده يلا تمام، يبقى AB over AC equals BD over CE equals AD over AE. جميل قوي. طب ال AB قدامك هنا ب 6، ال AC اللي هو 9 6 plus 3. طبعا ال BD unknown وال AC unknown انا مش عايزهم. ال AD هنا ب 4 وال AE unknown. جميل قوي. تعال نجيب ال AE، اعمل بقى cross multiplication 4 multiply by 9 all over 6 تطلع equals 6 سنتيمتر. جميل. ما تجريش بقى لو في 6 هنا في التشويسز ما تختارش اصلا 6، هو عايز اللينث اوف دي اي ده يا ولاد. طب الاي اي كله ب 6 والاي دي ب 4 يبقى الاي دي 6 minus 4 equals 2 سنتيمتر. جري تروح على طول على نمبر اي. طب تعالى نحلها بطريقه ثانيه. ادام البي دي والسي اي بارلل لبعض لان ميجر اوف انجل 2 ايكوال ميجر اوف انجل 3، تو كورسبوندنج انجلز عاملين لتر اف يا ولاد اللي هو السي اي والدي بي، لتر اف قدامك اهو. يبقى انا اقدر اقول ان السايدز هنا بروبورشنال، يبقى انا هقول الاي بي اوفر بي سي ايكوالز اي دي اوفر دي اي، يعني 6 اوفر 3 تبقى 2، يبقى 4 اوفر كام يديك 2؟ هيبقى 4 اوفر 2. يبقى على طول الجاريه اقول نمبر ايه هي اللي رايت. ممكن ما عملتش كل الستبس دي بس انا حليتها لك علشان لو جات لك اي سي كويستشن. جميل قوي. نمبر 5، 2 كوساين سيتا ايكوالز نيجاتيف روت 3 كوما سيتا لايز بتوين باي اند 3 باي اوفر 2، ذن سيتا ايكوالز وات ديجري؟ يا ترى سيتا بقى ايكوال طبعا عايزها راديان، باي اوفر 3، 6 باي اوفر 7، 4 باي اوفر 3 or 7 by over 6. طب ما تيجي نشتغل الاول دي نعملها زي اي ايكويشن. نعمل الاول ناخد 2 كوساين سيتا ايكوالز نيجاتيف روت 3. قلت لكم احنا بناخد التريجنومتريك ايكويشنز ان النيجاتيف دي بتاعت الكوادرانت، فيا ريت وانت بتحل ما تلخبطش نفسك خالص بالنيجاتيف دي. سيب النيجاتيف دي دلوقتي، قول لي 2 كوساين سيتا ايكوالز روت 3 تبقى كوساين سيتا ايكوالز روت 3 اوفر 2. جميل قوي. اعمل لي بقى شيفت كوساين روت 3 اوفر 2 هتطلع السيتا ايكوالز 30 ديجري. جميل. طلعنا السيتا ب 30، يبقى نختار 30 يا مستر او نحول دي الراد. اوعى تعمل الحركه دي. هو بيقول لك هنا ايه؟ اوعى. ليه بقى؟ لان هو بيقول ان الكوساين نيجاتيف يا ولاد. هي الكوساين نيجاتيف فين؟ طبعا كلنا عارفين الاستيك رول، هو عايزها من الباي ل 3 باي اوفر 2. من باي ل 3 باي اوفر 2 يبقى انا شغال في الثيرد كوادرانت اللي هو التان، هو بس اللي بوزيتيف والكوساين هي اللي نيجاتيف، وهو قال لك اشتغل في الثيرد كوادرانت. طب هنا قلنا قبل كده 180 ماينس، هنا 180 بلس، وطبعا الفورث كوادرانت اللي هو 360 ماينس. جميل. طب 180 بلس مين الانجل دي؟ عشان كده هقول ان السيتا equals 180 plus 30 equals 210 degree. هي دي الانجل اللي في الثيرد كوادرانت اللي هو قال لك عليها في الكونديشن هنا. طب ال 210 دي عايزها باي،
هنعمل multiply by باي over 180. اعمل بقى معاك الكالكليتور او كنسل الزيرو مع الزيرو، ديفايدد باي 37 ديفايدد باي 36 يبقى 7 باي اوفر 6 اللي هي نمبر دي. مسألة جميلة جدا، انا مش عايزك تستعجل وتقول لي كوساين ثيتا بنيجاتيف روت 3 اوفر 2. هتعمل لي شيفت كوساين نيجاتيف روت 3 اوفر 2 ممكن ما اجيش معاك على الكالكليتور تتوه. لا سيب دي خالص، النيجاتيف دي بتاعت الكوادرانت، هو عايز الثيتا في الثيرد كوادرانت. بدل ما تعمل شيفت كوساين تطلع الثيتا ب 30، حط لي 30 هنا في الثيرد اللي هي 180 بلس 30 ديجري ايكوالز 210. خد لي بقى ال 210 دي اعملها تشينج انتو راديان ميجر، اعمل ملتبلاي باي 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 اوفر 180 ديجري، يبقى تايمز باي اوفر 180 تطلع 7 باي اوفر 6. جميل قوي. نمبر 6 هنا بيقول in the opposite figure BC equals x centimeter، ومديك ريليشن بقى كده حتة الجبرة 2x square minus 3xy minus 5y square equals 0 والAB equals 10 centimeter. يا ترى الAB equals ايه؟ أنا هنا مديلك بقى 4 choices، سيبك من التشويسز وعلى بصلي هنا. هو بيقول إن الAD والBC دول parallel لبعض، الAdy والبي سي اكس، وبيقول كمان دي ريليشن ملهاش علاقه اصلا بالرسمه اللي قدامك. هو عايز يعرف اللينث اوف اي بي ده ايكوالز ايه. تعالوا كده بالراحه واحده واحده. طيب احنا لسه قايلين دلوقتي يا اولاد لو انا عندي الاي دي بارلل تو بي سي يبقى ترينجل اي اي دي سيميلر تو ترينجل اي بي سي. جميل قوي. او تقول ترينجل اي دي اي سيميلر برضو ترينجل اي سي بي، كلام جميل قوي. وادام هما سيميلر على طول تقول لي بقى ان الكورسبوندنج سايدز ار بروبورشنال، يعني تقول لي اي اي اوفر اي بي ايكوالز اي دي اوفر بي سي ايكوالز اي دي اول اوفر اي سي. جميل قوي. طيب الاي اي اصلا ما اعرفهاش، الاي بي ب 10، ما هو مديك الاي بي ب 10 جيفن اهو، ايكوالز الاي دي بواي والبي سي باكس. اقف على كده. طبعا هنا في عندي 3 انونز، الاكس والواي والاي اي. هات الريليشن دي اللي هي 2x سكوير ماينس 3xy ماينس 5y سكوير بزيرو. دي طبعا بنسميها تراينوميال ايكويشن. ما تيجي نعمل فاكتورايز ونشوف هنوصل لايه. كنا بنعمل اوبن تو براكتس او طبعا على الكالكليتور هتعمل لي مود 5 3 اكتب 2 وبعدين نيجاتيف 3 وبعدين نيجاتيف 5 هتطلع عندك على طول الانسر على طول تحطهم في براكت. عايز تعملها معايا تعالى نعملها سوا. ال 2x سكوير اللي هي 2x ملتبلاي باي اكس، ال 5y سكوير 5y ملتبلاي باي واي. لو اللاست تيرم نيجاتيف يا ولاد يبقى البيجست تيك ذا ساين اوف ذا ميدل تيرم. مين البيجست؟ طبعا دي 5xy ودي 2xy، يبقى ده البيجست ياخد النيجاتيف وده ياخد البوزيتيف. عارف ان معظمكم ما بيحبش الطريقه دي، هتعمل لي مود 5 3 على الكالكليتور. تكتب لي الاي هنا ب 2 البي بنيجاتيف 3 السي بنيجاتيف 5. هتلاقي عندك 5 اوفر 2، 5 اوفر 2 تكتبها انت 2x ماينس 5 وتحط y جنبك عشان دي y سكوير، وتطلع بنيجاتيف 1 اللي هي x بلس 1y اللي هي x بلس y. هيبقى 2x هنا ايكوالز 5y والx تبقى ايكوالز نيجاتيف y. ما ينفعش الx بنيجاتيف y عشان ده لينث، ما ينفعش اللينث اوف دي اي ده يطلع بالنيجاتيف، عشان كده انا هكنسل دي خالص. يبقى 2x هنا ايكوالز 5، انا عايز اجيب y اوفر x. تعالى نجيب y over x من هنا اللي هي الريشيو بتاعت زمان. ابدأ كده خد قلمك روح من ال y او ابدأ بال y روح لل x، وقفت عند ال x يبقى تاخد ال coefficient، ما ترجعش بايدك فاضي عشان عيب، انت رحت من ال y لل x، اقف هنا وهات ال 2 معاك وانت راجع، يبقى 2 over 5. يبقى y over x equals 2 over 5. شيل y over x دي وحط لي مكانها 2 over 5، هيبقى ال ae اعمل 2 multiply 10 over 5 اللي هي 20 over 5 تبقى equals 4. هو ده length of AE طبعا اللي هي number B. مسألة جميلة جدا، عاملين connecting كده برضو الجبرة مع الجيومتري، مسائل في منتهى الجمال يا ولاد. بالراحة كده واحدة واحدة، عايزك تحل الأفكار دي مع نفسك، لأن طبعا الماث دلوقتي بقى تراكمي. كل السكيلز أو كل الأيتيمز اللي أنت أخدتها قبل كده أو التيمز اللي أنت درستها قبل كده في المراحل اللي فاتت، من الوارد جدا يجيب لك حاجه زي دي. ما احنا اخدناه في بريب، ايه علاقتها بثانوي؟
مدخلها لك في حتة جيومتري كده عشان برضو يختبرك كويس او يشوفك فاهم الفاكتوريزيشن ولا لا. جميل قوي. طيب نمبر 7. نمبر 7 بيقول هنا in the opposite figure عايز اجيب الباور اوف ايه ريسبكت تو سيركل ام. طبعا مديك فور تشويسز. تعالوا كده نبص على الجيفن اللي قدامنا. الجيفن اللي قدامنا اهو هو ده الاي بي تانجنت يا اولاد. الاي سي 5 والدي سي ده 3 سنتيمتر. عشان اجيب الباور اوف ايه ريسبكت تو سيركل ام، مين فاكر اللي هو ايكوالز ايه قلناه في اول الحلقه؟ تمام، اللي هو اي بي سكوير. طب ما تيجي نقول ان الاي بي سكوير ايكوالز اي سي ملتبلاي باي الاي دي. جميل قوي. طب ما الاي سي ب 5 والاي دي ب 4 يبقى الاي بي سكوير هيبقى ايكوالز 40 اللي هي 5 ملتبلاي باي 8 تبقى 40 ديجري. جميل قوي. يبقى هو خلي بالك انا عايز الباور مش عايز اللينث. يعني لو عايز اجيب الاي بي اعمل سكوير روت 40 تطلع تور 10، لكن انا عايز الباور اوف اي ريسبكت تو سيركل ام يبقى ايكوالز على طول 40، يبقى هي نمبر سي. جميل قوي. طيب نمبر 8. نمبر 8 بيقول ايه؟ بيقول ان ذا اوبوزيت فيجر اي بي 16 سنتيمتر والراديوس لينث ايكوالز 10 سنتيمتر. هو طالب منك سيتا ان راديان ميجر وعايز اللينث اوف ارك اي بي. ادي الرسمه قدامك اهي. طبعا انت لو خدت بالك ده عباره عن سيكتور او حاجه زي البندلم كده. السيكتور اللي قدامك ده مديك الاي بي هنا ب 16، او اي والاو بي ايكوالز طبعا 10، طبعا دول ردياي طبعا يا ولاد. وطالب منك هنا تجيب السيتا هنا بالريديان ميجر. طب انا عشان اجيب الريديان ميجر لازم اعرف الديجري. طب مفيش عندي انجل ايه هنا؟ لو الانجل ايه دي موجوده او البي موجوده كنت اقدر اقول ده ايسوسلس ترينجل واقدر اجيب السيتا. طب نفكر بالراحه كده مع بعض. مفيش اي جيفن قدامي هنا اقدر اجيب بيه اللينث مثلا او الديجري او ميجر اوف انجل ايه او بي، اعمل ايه؟ طب ما تيجي نعمل هنا كونستراكشن. ايه رايكم لو عملت بربنديكولار من الاو لحد الار كده، او اعمل مثلا او اي مثلا بربنديكولار على اي بي. طب ما اعمل ده يا ولاد بربنديكولار خدناها قبل كده في السيركل. طبعا اي ستريت لاين باسس ثرو سنتر اوف ذا سيركل اند بربنديكولار تو اني كورد بايسكت ات. يعني ده كله 16 يطلع ده 8 وكمان ده كمان يبقى 8 يا ولاد. جميل قوي. دي كلها اسمها سيتا، هتبقى دي هاف سيتا ودي كمان تبقى هاف سيتا، وطبعا ده برضو يبقى 8. يبقى انا لما عملت الكونستراكشن ادام ده ايسوسلس تريانجل وبربنديكولار على البيس، يبقى بايسكت البيس وبايسكت الفيرتكس دي كلها 16 تبقى 8 و8، دي كلها سيتا يبقى هاف سيتا وهاف سيتا. جميل جدا جدا. بالراحه بقى كده انا ممكن اجيب الانجل سيتا بسهوله. هقول مثلا انت عندك الاوبوزيت ب 8 وعندك الهايبوتنس ب 10. اوبوزيت وهايبوتنس نشتغل بمين؟ تمام، اشتغل بالساين. يبقى ساين هاف سيتا ايكوالز 8 اوفر 10. جميل قوي. هتعمل لي بقى شيفت ساين 8 اوفر 10، تجيب هاف سيتا الاول مش سيتا، يبقى انا اعمل شيفت ساين 8 اوفر 10 هتطلع السيتا بتاعتك 0.927. جميل قوي. طبعا ده ديسيمال. وبعدين اعمل ملتبلاي باي 2، لما تعمل ملتبلاي باي 2 تطلع 1.855 راد. جميل قوي. لما تعملها بالكالكوليتر في حته كده كلكم بتغلطوا فيها. انت هتعمل شيفت ساين 8 اوفر 10 ايكوالز، ما تعملش 3 كوما، سيبها زي ما هي، لان الديسيمال نمبر اللي قدامك هو ده الريديان ميجر اللي هو 0.927 اند سو اون، واكتب عليه كلمه راد. طب انا دي هاف سيتا مش سيتا، يبقى نعمل ملتبلاي باي 2. لما تعمل النمبر ده ملتبلاي باي 2 هيطلع 1.855 راد. جميل قوي. انا كده جبت السيتا. طبعا ده الفيرست ريكوايرد. السكند ريكوايرد عايز اللينث اوف اي بي ارك. طيب سؤال يا ولاد، احنا خدنا قبل كده ان سيتا راد ايكوالز ال اوفر ار. عشان اجيب اللينث اوف ارك اعمل سيتا راد ملتبلاي باي الار. جميل قوي. يبقى انا اعمل سيتا راد ملتبلاي باي ار. جميل، ده اللينث اوف ارك اي بي. طب ما السيتا راد قدامك اهي والراديوس لينث قدامك اهو اللي هو 10، يبقى انا هقول اللينث اوف ذا ارك اي بي ناخد الراد اللي هو 1.855 ملتبلاي باي الراديوس اللي هو 10. كلنا طبعا معانا الكالكوليتر هيبقى 18 بوينت او 18.55 سنتيمتر. هو ده اللينث اوف ارك اي بي.
مسألة جميلة جدا مش هتتحل لما تعمل الكونستراكشن. خلي بالك بقى من المعلومات القديمة وانت كمان، ادام ده ايسوسل استرينجل التو سايدز الايكوالز لبعض وده الهايت، يبقى الهايت ده بيعمل حاجتين يا ولاد، بايسكت البيس وبايسكت الفيرتكس. تمام تمام جدا. يلا نمبر 9. هنا بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، يا ترى الاكس هنا ايكوالز وات ديجري؟ نبص كده مع بعض بالراحه، انا مديك الرسمه اللي قدامك دي. ايه اللي قدامي ده؟ طبعا هنا في انجل اي دي اوتسايد ذا سيركل، في تو كوردز اللي هو اي دي وسي بي ري طبعا انترسكتنج ات اي اللي احنا قلنا اوتسايد ذا سيركل. هنا مديك ميجر اوف انجل اي اللي هي 28 ديجري، وميجر اوف ارك بي دي 30 ديجري، يبقى الاكس اللي هو ميجر اوف ارك اي سي ايكوالز اي. خدنا الويل نون بروبلمز اللي هم 3 ان ويل نون بروبلمز اللي هي اخر ورقه في السكول بوك بتاعنا يا اولاد. خدنا اما التو كوردز قلنا يا اما يبقوا انترسكتنج انسايد ذا سيركل او انترسكتنج اوتسايد ذا سيركل. لو انترسكتنج انسايد ذا سيركل كنا بنعمل ادنج للتو اركس، لكن لو انترسكتنج اوتسايد زي اللي قدامي دي يبقى انا هقول هنا ان ميجر اوف انجل اي ايكوالز اي. تمام برافو عليكم. ادام انا اوتسايد هقول ميجر اوف انجل اي ايكوالز هاف، وافتح براكت كبير واقول ميجر اوف ارك اي سي ماينس الميجر اوف ارك بي دي. جميل قوي. يبقى انا هقول هنا 28 ايكوالز هاف واوبن براكت واعمل اكس ماينس 30. اوعوا بالله عليكم تكتب لي 30 ماينس اكس، لا ابدا بالجريتر ارك الاول. جميل قوي. ما تعملش هاف ملتبلاي البراكت، اعمل دي كلها ملتبلاي باي 2، هات ال 2 هنا بالبرودكت، يبقى 2 ملتبلاي 28 يبقى 56 ايكوالز اكس ماينس 30. جميل قوي. طب لما اقول لك 56 اهو ايكوال اكس ماينس 30 وانا عايز اجيب الاكس، هات ال 30 الناحيه دي، يبقى 56 بلس 30 تبقى ايكوالز كام؟ 86 دي اكس يا ولاد مش ال، هتبقى الاكس ايكوالز 86 ديجري اللي هي نمبر سي. جميل قوي. يبقى انا هنا اوتسايد ذا سيركل هقول ان ميجر اوف انجل اي هاف براكت اكس ماينس 30 على طول، اعمل ملتبلاي باي 2 يبقى 56، وهات ال 30 مع ال 56 يبقى 86 اللي هي نمبر نمبر سي. طيب يلا مع بعض كده نمبر 10. برضو هنا بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر عايز اللينث اوف اي اف ايكوالز، سيبك برضو من التشويسز دلوقتي وتعالى نبص كويس جدا للرسمه اللي قدامنا دي. طبعا انت مش عايزك تتخض ولا انت كمان، ادرس الشكل اللي قدامك كويس قوي. ايه اللي قدامي هنا؟ والله الانجل اكس ب 90 ديجري وزد كمان ب 90 والدي واي ده بيربنديكولار تو بي سي، يعني الانجل واي كمان ب 90، واللينث اوف اي سي ب 9 واللينث اوف بي سي ب 12. انا عايز اجيب اللينث اوف اي اف يا اولاد اللي هو الصغير اللي هو جوه التريانجل دي اي اف ده. طيب ايه رايكم يا اولاد في الكواد اللي قدامكم ده اي اكس اف زد ده بنسميه ايه؟ اسمه سايكليك يا اولاد. ليه سايكليك؟ الانجل اكس دي 90 ديجري والانجل زد دي كمان 90 ديجري، ادام عندي each two opposite angles are supplementary يعني their sum 180 يبقى AXFZ يبقى cyclic. cyclic يبقى أي angle exterior اللي أنا واقف عليها دي مثلا اللي هي angle 1 equals the measure of the interior at the opposite vertex، يعني equals في وش اللي جنبها يا ولاد، يعني ال angle 1 أدي اللي جنبها F يبقى اللي قدامها إيه؟ A، يبقى measure of angle 1 equals the measure of angle 2. جميل قوي. هل في كمان عندك ريليشن تانية هنا؟ بص كويس كده، زد اي واي سي الكواد ده هل ده سايكليك؟ الانجل زد ب 90 والانجل واي دي اللي هي اي واي سي كمان ب 90 يبقى دي بلس دي 180، يبقى اكيد الانجل دي اللي هي 3 اللي انا واقف عليها دي، سوري اللي هي الانجل 3 ده اهي ايكوالز الانجل سي، معلش دي 4 يا اولاد، يبقى 3 قد 4 يبقى ادي الاكستيريور بره السايكليك اهو، ما ده السايكليك هو دي الاكستنشن للسايد ده، يبقى 3 دي اوتسايد ايكوالز الميجر اوف ذا انتيريور ات ذا اوبوزيت فيرتكس، يبقى ميجر اوف انجل 3 ايكوال ميجر اوف انجل 4، دي 4 يا اولاد. 1 قد 2 3 قد 4 يبقى التو تريانجلز دول يبقوا ايه؟ يبقوا سيميلر. يبقى هقول تاني سنس ان اي اكس اف زد از اسايكليك، يبقى على طول ذيرفور ميجر اوف انجل 1 ايكوالز ميجر اوف انجل 2، وسنس اولسو برضو ان سي واي اي زد از اسايكليك، يبقى ذن ميجر اوف انجل 3 ده اهي
equal measure of angle C اللي هي 4. يبقى أكيد two triangles فيهم two angles are corresponding equals in measure. يبقى معنى كده يبقى two triangles دول يبقوا similar. جميل قوي. يبقى مين similar لمين؟ اقرا two triangles صح. لو أنا هبدأ من الإف مثلا يا ولاد، هقول إف دي إي، يا الإف قد الإي صح كده؟ يبقى أنا هقول إي بي سي. جميل جدا. طب لو أنا قلت مثلا إف إي دي، يبقى أنا هقول مين؟ إي سي بي. جميل أوي. أنا قلت إف دي إي سيميلر للإي بي سي. طبعا أدام التو ترينجلز آر سيميلر يبقى الكورسبوندينج سايدز آر بروبورشنال. يبقى إف دي أوفر إي بي equals DE over BC equals FE over AC. جميل جدا. طب ما الاف دي بص كده على الجراف اللي قدامك، ادي الاف وادي الدي unknown، والاي بي كمان unknown. يبقى سيبك من الريشيو دي خالص. الدي اي قدامك اهو اللي هو 4. طب والبي سي قدامك ب 12. اي اف ادي الاي والاف دي unknown انا عايزها اصلا، واللينث اوف اي سي اللي هو ب 9. جميل قوي. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن. يبقى اي اف اللي هي 4 مالتبلاي 9 اوفر 12 هتبقى طبعا 36 اوفر 12 ايكوالز 3. يبقى الاي اف ايكوال 3 سنتيمتر اللي هي نمبر بي. مساله جميله جدا يا ولاد. يبقى تتحل بالسايكليك اي اكس اف زد سايكليك. اي اكستير ليه طبعا سايكليك؟ لان اكس بلس زد 180. يبقى اي اكستيريور يا ولاد at any vertex of the vertices of the cyclic quadrilateral equals the measure of the interior at the opposite vertex. يعني equals the فش اللي جنبها ادي 1، ادي اللي جنبها يبقى اللي قدامها 2، يبقى 1 ادي 2. طب ما زد اي واي سي كمان cyclic، لان الانجل واي بلس الاف برضه 100، زد 180، الزد ب 90 والواي دي ب 90. يبقى اكيد الانجل دي كمان 3 equals ادي اللي جنبها ادي اللي فشها. يبقى 3 equals دي 4 يا ولاد، عفوا دي 4. 3 قد 4 و 1 قد 2. يبقى الترينجل الصغير والكبير يبقوا سيميلر لبعض. حط السايدز ار بروبورشنال، بقت سهله جدا اقدر اجيب اللينث اوف اي اف. ودايما في المسائل اللي زي دي بص للي هو عايزه في الاخر، لان ساعات يطلب منك حاجه ثانيه. الاي اف هو عايز الاي اف وانت جبته خلاص، يبقى مفيش مشكله، كلك على طول على نمبر بي هي اللي رايت. طيب جميل قوي. ناخد برضو اكزامبل 11 او نمبر 11. هنا بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، بيقول لي هنا prove that ان ترينجل ABC اللي قدامك ده similar to ترينجل BDF. احنا عندنا اولاد 3 cases للسيميلارتي، يا اما corresponding sides are proportional، يا اما corresponding angles are equal in measure، يا اما two sides proportional and included angle. واضح هنا من قدامي من كل given اللي قدامي ان انا عندي side lengths كلهم are given. يبقى انت بالراحة كده واحدة واحدة، تعالوا من هنا نكون احنا اذكى منه. تعالوا نجيب الاي بي، اصل انت لو بصيت هنا ممكن تتوه، يا ترى اجيب الاي بي على اف دي ولا على اي بي ولا بي اف ولا على بي سي ولا على اي اي، مين بالظبط؟ هات السايدز بروبورشنال من هنا، هجيب الاي بي اوفر الدي بي. طب الاي بي ب 6 والدي في والدي بي 4.5، وتجيب كمان البي سي اوفر البي اف، وتجيب كمان الاي سي اوفر الدي اف. جميل قوي. حط الريشيو بتاعتك وابدا اعمل بقى سبستيتيوشن. الاي بي زي ما قلنا ب 6، الدي بي 4.5 تطلع 4 اوفر 3. طب البي سي، البي سي كله يا شباب 9 و 3 يبقى 12 اوفر البي اف اللي هو 9 برضه 4 اوفر 3. طب الاي سي 8 والدي اف اللي هو 6، 8 اوفر 6 also equals 4 اوفر 3. قول له بقى سنس ان اي بي اوفر دي بي equals BC over BF equals AC over DF equals 4 over 3. يبقى therefore يبقى 2 triangles يبقوا similar، وطبعا دي number 1. طيب prove ان triangle EFC ده isosceles triangle الصغير خالص ده. علشان يبقى triangle ده isosceles لازم يبقى عندك 2 angles are equal in measure. طب انا اجيب 2 angles equal in measure منين؟ نبص كده مع بعض واحدة واحدة. from similarity يا ولاد، ايه رايكم من السيميلاريتي؟ السي ده اهي اللي هي ميجر اوف انجل سي ده اهي، من هنا تبقى ايكوال ميجر اوف انجل مين؟ اف. انهي اف؟ هل دي ولا الاف اللي في الترينجل التاني؟ جميل، اللي في الترينجل هنا. يبقى 1 ايكوالز 2، دي من السيميلاريتي. طب 2 ده اهي والانجل اللي قدامها دي 3، هنقول عليها في او اي. طبعا 1 ايكوالز 2 قلنا من السيميلاريتي، انا هقول دي 3. يبقى 2 ايكوالز 3 في او اي فيرتيكالي اوبوزيت انجلز. 2 equals 3
و 2 equals 1 يبقى 1 equals 3. ادام 1 قد 3 يبقى الترينجل ده على طول يبقى ايسوسيلس ترينجل. مساله جميله جدا، انا كتبت لك الستبس لحد الاخر اهي. دي مساله جايه اي سي، ممكن تيجي لك واحده زيها في الامتحان. بكده يا ولاد يبقى حلقه النهارده خلاص انتهت. انتظروني بقى ان شاء الله في الحلقه اللي جايه باذن الله. اسالكم الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.